إذن مشاهدينا ننتقل بكم إلى العاصمة الكازاخية أستانا لنقل فعاليات المؤتمر وحول طبعا الأزمة السورية وبحضور جميع الأطراف السورية. والمملكة الأردنية الهاشمية على مشاركتهم المكثفة والمشاركة في الحوارات والمشاورات، وبذلك أنا أود أن أستنتج وأعلن عن انتهاء المؤتمر، فإن جميع الوفود سوف تصل إلى ممثلي الوسائل الإعلامية خارج هذه القاعة. شكرا لكم على حسن الاتباع. إذن مشاهدينا كانت هذه طبعا وقفة قصيرة من جلسة المفاوضات العامة للمشاركين في الأزمة السورية، والحديث عن طبعا آخر تطورات هذه الأزمة والحديث عن ما دار في نقاش بين الأعضاء وبين المعارضة داخل هذه الأزمة.